نيابة عن مدير عام أوريدو تونس الأخ كيم والمدراء أوريدو تونس. بنرحب فيكم، بنكون أهلا وسهلا فيكم. من ست أسابيع طبعا أطلقنا نحن حملة آكت أوريدو اللي هي سوشيال، بنختار مؤسسة سوشيال من تونس لتفوز بجائزة 40,000 دينار، والأخ اللي فاز معنا هو الأخ شكري البحري. بنحب نقدمه، أهلا وسهلا فيك، تفضل والف مبروك. وطبعا هو اللي حكينا على برنامجه اللي ربح فيه وكيف فاز وكيف الامور كلها، حكينا عنه. اهلا وسهلا فيك، شكرا. اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. اول حاجه نحب نشكر حضوركم، نحب نشكر مؤسسه اوريدو، نحب نشكر مبادره اكت اوريدو اللي ناقصتنا في تونس. احنا جمعيه من عقارب، عقارب مدينة صغيرة في صفاقس بعيد على تونس العاصمة 290 كيلومتر. ناقصين برشا مؤسسات ثقافية، أطفالنا في حاجة للدعم الثقافي، في حاجة للدعم الترفيهي. عملنا برشا ثنايا في تأسيس مهرجان التراث بعقارب، عملنا ثنية أخرى في تأسيس الدورة الرابعة المهرجان الدولي لمسرح الطفولة والشباب. زرنا وجاونا برشا فنانين، برشا مسرحيات. الإشكال الوحيد اللي ما فماش تجهيزات في هالمناطق هذه، ومن خلال شغلي انا كاستاذ مسرح وممثل في المسرحي نشوف اللي في تونس الكل ما ثماش تجهيزات، ما ثماش بنيه تحتيه في خاصه في المؤسسات الثقافيه. جاتنا الفكره هذه في تحويل حافله تنقل الثقافه الى كل مكان، تنقل الثقافه الى كل البلاد وبالتحديد الى المناطق النائيه، الى اطفالنا في المحروقه وفي بوتليله وفي كاف. تنقل الثقافه كرهان المحاربة هالشيء اللي نشوفه فيه في تونس. الثقافة هي رهان، هي بالنسبة لنا نحن لقينا هالمبادرة الطيبة هذه تاع أوريدو باش نحطوا هالحفلة اللي ننقلوا بها الثقافة وتولي الثقافة كما قالوا في الدستور حق لكل مواطن في تونس. شكرا مرة أخرى أوريدو، شكرا لكم أنتم على الضيافة، شكرا على المبادرة، وبارك الله فيكم الحضور. شرفتنا وألف مبروك إن شاء الله، وإن شاء الله نقدم معكم طبعا هذا الاعلان تم عنه اكت أوريدو، تم اعلان عنه قبل ست اسابيع باختيار مسابقة لدعم النشاطات الاجتماعية في تونس، وتم الاختيار عبر الفوتينج على الفيسبوك، وكانت المبادرة جيدة جدا وربح فيها الأخ شكري البحري اللي هي عبارة عن حافلة لدعم الثقافة والطفولة في المنطقة النائية لمدينة عقارب. على هذا الأساس تم الاختيار. كان في كتير متسابقين وكان في كتير مشاركة، بس كانت المشاركة تحديد الفائز كانت بقيم بفاليو معين، وكانت على حسب التصويت اللي تم على الفيسبوك. قدمنا المشروع هذا، يتمثل في تحويل حافلة إلى مكان للعرض، مكان لعرض الثقافة، مكان لعرض الفن في كل مكان وإلى كل مواطن، استنادا لتفعيل الحق هذا الموجود في الدستور، المواطن ولا الحق الثقافي. دونك احنا من خلال تجاربنا نشوفوا اللي فما برشا اكثر من 70% من التظاهرات الثقافيه في المدن الكبرى، اكثر من 60 ولا 70% من الفعل الثقافي والممارسه الثقافيه والسينما والمهرجانات في المدن الكبرى، وليس هنالك لا تجهيزات ولا بنى تحتيه في المناطق خاصه الداخليه. عملنا هالكار اللي مجهزه بكل ما يستلزمه العرض المسرحي، ونجموا نمشي للمدارس في الأرياف، في الصحاري، في الجبال، إلى كل مناطق الجمهورية، وهذا تحدي كبير. نحب نشكر كل من ساهم فيه. دونك التحدي هذا لقينا له ثنية الأولى في التمويل لاميناجمون نتاع الكار أكت ويز أوريدو. نشكر أوريدو على المبادرة هذه، نشكر كل المشاريع اللي قدمت، لكنها اليوم احنا بالتصويت متاع الناس، وشكرا للناس اللي صوتتنا واللي امنت بالمشروع ودعمت المشروع من خلال الانترنت، والناس اللي تمشي للانترنت وتصوت المشروع الثقافي مهم مرشا.